بالأمس زي ما حضراتكم تابعتوا معانا على الشاشة من محافظات مختلفة، الصورة كانت مبهرة في الحقيقة وكانت فوق التوقعات في حقيقة الأمر، لأنه ببساطة الاستفتاء كان ليس فقط على اختيار الرئيس، ولكن هو استفتاء على الانتماء والوطنية وحب الوطن. لازم كمان نقول أنه المصريين دايما البوصلة الوطنية عندهم دايما بتوجههم الاتجاه الصحيح دايما في أي مناسبة وطنية. إحنا النهاردة خلونا نقول إحنا في عيد وطني قبل ما تكون ممارسة سياسية بشكل أو بآخر، يمكن ده اللي بيميزنا أو بيفرقنا عن دول تانية كتير في هذا العرس الديمقراطي، في هذا العرس الانتخابي. يعني في الحقيقة في زوايا كتيرة جدا للمشهد، في مفردات كتير لازم نتوقف عندها بالدرس وبالتحليل وبالفهم لهذا المشهد الانتخابي. معنا ومع حضراتكم لمزيد من التحليل، لمزيد من الرؤى المختلفة لهذه العملية الانتخابية وهذا المشهد، معنا ومع حضراتكم النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني خليني في البداية يعني أبارك لحضراتكم وأهنيكم كطبعا شباب تنسيقية أو الأحزاب والسياسيين التنسيقية، عاملة شغل هايل في الحقيقة سواء قبل الانتخابات أو في العملية الانتخابية، يعني في ديناميكية ودينامو دائم داخل أروقة التنسيقية. تجهيزاتكم وحضرتك شايف المشهد إزاي؟ تفضل. الحقيقه احنا كتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين كان عندنا من اللحظات الاولى لاعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات خطه جاهزه للعمل مع المواطنين للحس باهميه المشاركه في هذا الاستحقاق الهام. من خلال عدد من المبادرات والفعاليات اللي انطلقت من تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، دورنا الرئيسي هو حس المواطنين ودفعهم للمشاركه في العملية الانتخابية على أوسع نطاق، وده كان من خلال جلسات مع الطلبة، جلسات نقاشية لم يكن فيها خطوط حمراء لمناقشة كافة القضايا مع الطلبة في كافة الجامعات وكافة المعاهد المنتشرة في نطاق جمهورية مصر العربية. وأيضا شاركنا في العديد من المؤتمرات الجماهيرية سواء بتنسيق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو مشاركة مع القوى الوطنية الفاعلة في هذا الصدد. أيضا كانت غرفة عمليات التنسيقية بيتم الإعداد لها من اللحظة الأولى لكي يكون لديها متابعين على مستوى كافة المحافظات الجمهورية. إحنا ما فيش محافظة داخل محافظات جمهورية مصر العربية إلا وكان لينا متابعين فيها، ولدينا فرق عمل تحث المواطنين على المشاركة. صحيح. تمام، مع احترام الصمت الانتخابي والقواعد التي تنظمها الهيئة الوطنية في الحقيقة للانتخابات. أنتوا بتعملوا عملكم باحترافية شديدة جدا، يعني لازم نقف تحية لحضراتكم كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأن أنتوا أصبحتوا كيان مهم وكيان فاعل على الأرض، وفي الحقيقة أصبح محترف مهني إذا جاز التعبير، يعني في هذا العمل السياسي أصبحتم مخضرمين في التناول السياسي في كل المشاهد اللي مرينا بها الفائتة، يعني في كل المناسبات السياسية أثبتتم قدرة، أثبتتم فاعلية على الأرض في الحقيقة أستاذ أحمد. الحقيقة دي شهادة نعتز بيها. ايضا المجهود الفكري حقيقي كان حاضرا بهذا في كل تلك الفعاليات، وصولا لاعلام برنامج الرئيس القادم. وهو كانت جولات اشتملت المحافظات الحدوديه، اشتملت كافه الاحزاب السياسيه، اشتملت كافه قيادات الراي والفكر، وصولا لخطوط عريضه تهم كل هؤلاء لإيصالها لحملات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وما هو ما تم تسليمه يوم الصمت الانتخابي لهم. النهاردة احنا أمام مشهد غاية في الأهمية للدولة الوطنية لعدة أسباب. السبب الأول، منصب رئيس الجمهورية في النمط الدستوري للدولة الوطنية المصرية هو المنصب الأهم. صحيح. من حيث الصلاحيات ومن حيث الاختصاصات. وحابب برضو أعمل إطلالة سريعة على هذا المنصب.
الانتخابات الرئاسية التعددية مصر لم تشهد سوى 5 مرات. دولة 30 يونيو فقط قامت بثلاث استحقاقات لانتخابات رئاسية تعددية. قبل كده ما كانش في انتخابات رئاسية تعددية بهذا الشكل. اللي احنا أمامه تطور ديمقراطي غاية في الأهمية. المشاركة الواسعة من المواطنين اللي الكل اتفاجأ بيها، ده ليه دلالة على الوعي الفطري والجمعي للشعب المصري. صحيح، أحسنت. الشعب استشعر التحديات المحيطة به، الشعب استشعر أهمية الاستقرار السياسي علشان يكون ركيزة أساسية للانطلاق الاقتصادي وانطلاق الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات السياسية. عزز المشهد ده مشهد مهم جدا منذ أشهر عديدة، وهو مشهد الحوار الوطني كمظلة جامعة لإجماع 30 يونيو. أنا المشهد الأول لخروج الطلبة من الجامعات إلى اللجان الانتخابية وخروج الفلاحين وخروج العمال وخروج المحافظات الحدودية بالأمس، أول مشهد لهذا الخروج العظيم للمصريين إلى لجان الاقتراع اللي بدر لذهني هو إجماع 30 يونيو. ده مشهد مهم جدا ويجب أن نتوقف أمامه كسيان. ساهم أيضا السياسات الرشيدة اللي اتبعتها الدولة الوطنية المصرية. أنا بقول وأنا انتخبت أمين سير لجنة الشؤون العربية على مدار 4 دورات، يعني كنت بناقش كل القضايا العربية. أنا لم يتغير جدولي في لجنة الشؤون العربية بخلاف آخر تطورات أزمة مع تغير البلد. طيب في الحقيقة أنا مش عايزة فكرة الحوار الوطني تمر مرور الكرام طبعاً. لأن هي في الحقيقة فكرة كانت عبقرية في توقيتها وفي أجندتها وفي الطرح اللي كان فيها في الحقيقة، وكمان على مستوى الحضور وعلى مستوى النقاشات كان فيها الكثير من الزخم الحقيقي من الشخصيات المشاركة وكمان من الموضوعات. إلى أي مدى ساهم الحوار الوطني في إفراز مشهد كهذا الذي نتابعه الآن انتخابات الرئاسة المصرية بهذا الشكل المتحضر المنضبط كما نراه على الشاشة؟ خليني أقول لحضرتك، الحوار الوطني هو الركيزة الأساسية للمشهد الموجود في التوقيت الحالي شكلا وموضوعا، بمفهوم إعادة إحياء التعددية الحزبية، إعادة إحياء المشاركة بهذا الحجم من كل مكونات المجتمع في صناعة القرار السياسي. النهاردة لما نيجي نشوف المشهد الانتخابي هنجد أمر غاية في الأهمية، وهو أن كافة المنافسين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على منصب رئيس الجمهورية من خلفيات حزبية. صحيح. حزب الوفد المصري هو الأقدم والأعرق، حزب الشعب الديمقراطي الشعب الجمهوري يملك ثاني أكبر كتلة في برلمانية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي بخلفيته المعارضة. بنكتشف ان في صراع في العمليه السياسيه. صحيح. وفي بناء ديمقراطي بيتم وبيتم بوتيره اسرع مما كنا نتخيلها، لان البناء الديمقراطي يجب ان يمر بمراحل زمنيه الطبيعي بتبقى يعني اطول من الفتره اللي احنا شايفينها، لكن النهارده شايفين بناء ديمقراطي وبناء سياسي حقيقي امام مشهد سياسي تعددي كانت الركيزه الاساسيه بتاعته هو الدعم الشعب الكبير، واللي احنا شاهدناه اليوم الاول وشاهدناه النهارده، وانا في تأديه هيستمر لغايه اللحظات الاخيره في اليوم الثالث. طبيعه المصريين كانوا طول الوقت بينتظروا اليوم الاخير للعمليه الانتخابيه وده بيكون في حاله الزخم الحقيقي. صحيح. لكن النهارده المصريين ولمره من اخرى اول يوم بيفاجئونا من اول ساعه ومن حقيقي. اول دقيقه في بدايه العمليات العمليه الانتخابيه كان اصطفاف شعبي. صحيح. امام اللجان الانتخابية يذكرني ويعيد إلينا وفي ذهننا إجماع 30 يونيو الحاضر. بالزبط. واللي كان جزء من بنائه هو الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية. واللافت كمان للنظر سيادة النائب أنه أول يوم وتاني يوم أيام عمل، والمصريين بينزلوا وبينتخبوا بعد ساعات العمل، بعد طبعا الالتزام بالمواعيد الرسميه للعمل، يعني المصريون يعملون وينتخبون، يعني اكيد ده ليه رساله ودلاله. هو رساله وهي اداء للعام للدوله الوطنيه المصريه. خليني اقول لحضرتك احنا على مدار سنوات كانت يد تبني ويد تحمل السلاح دفاعا عن الوطن. والبناء الديمقراطي والبناء السياسي اللي احنا امام مرحله مهمه ومشهد مهم ليه وهو انتخابات رئاسة الجمهورية، جزء من هذا البناء
والدفاع عن مقدرات الوطن في حربنا على الإرهاب ومجابهتنا للتحديات الخارجية ومجابهتنا للتحديات المتعلقة للأزمات الاقتصادية العالمية اللي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي المصري. الحقيقة الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة وطول عمره بيقدم ملحمة حقيقية، ملحمة في دعم أشقائنا في فلسطين. لما أجي أقف وأشوف أن الشعب المصري ومؤسساته المجتمعية سواء التحالف الوطني أو حياة كريمة أو غيرها من المؤسسات بيقدموا فقط لوحدهم للشعب الفلسطيني في محنته فوق 70% من المواد الإغاثية، والعالم بكل أدواته وبكل قدراته أقل من 30% في هذا الوضع المأزوم، ده شعب عظيم. صح. لما أشوف النهاردة أن هذا الشعب بكل مكوناته نازل بهذا الزخم من اللحظة الأولى ويصطف أمام اللجان الانتخابية، ده أمر عظيم. النهاردة وأنا كنت بقول لحضرتك في مسألة الشؤون العربية ومتابعة الأزمات، اللي أنا بطمح ليه وبنطمح ليه اللي احنا بنشوف هذا المشهد قريبا إن شاء الله في سوريا، نشوف هذا المشهد قريبا إن شاء الله في السودان، والأزمة في فلسطين تنقضي ويبقى لديهم هذا المشهد، لأن الركيزة الأساسية للانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار هو سياسات متبعة في تمسك الشعوب بنمطها السياسي والديمقراطي. حضرتك قفزت على نقطة مهمة جدا سيادة النائب، في تحديات كتير في المنطقة طبعا، سياسية واقتصادية وظروف جد خطيرة يعني بيمر بها العالم، يعني ليست مصر وحدها، العالم كله بيمر بيها. وسط هذه التحديات وسط هذه الظروف، هذا المشهد الانتخابي كيف تقيمه وتقيم ما بعده من مراحل آتية بإذن الله من أولويات يجب أن تكون على رأس أجندة الرئيس القادم؟ إطلالة سريعة على المشهد. لأول مرة الدولة الوطنية المصرية تجابه تحديات من كافة حدودها، الحدود الشمالية، الحدود الشرقية، الحدود الجنوبية، الحدود الغربية، لدينا تحدي تمام يصل إلى أن يقف السيد الرئيس ليضع خطوط حمراء لعدم التعدي على الأمن القومي المصري، سواء سيرة الجفرة أو على حدودنا مع أشقائنا في فلسطين. نعم. المحتلة. بنشوف التحديات دي كان طول الوقت بيبقى التحدي من جبهة واحدة، لكن الفترة دي التحدي من كافة الجبهات. جهات صحيح. تأتي تلك التحديات الإقليمية في ظل وضع دولي متوتر. الحرب الروسية الأوكرانية مش مجرد حرب ما بين دولتين، ولكن حرب ما بين تكتلين. ألقى بظلاله على الاقتصاد المصري، لأن من يعني قراءة سريعة للموازنة العامة المصرية، استيرادنا للقمح واستيرادنا للزيوت هو متعلق بشكل رئيسي على تلك الدولتين، زاد أضعاف، ومع ذلك احنا قادرين، الدولة الوطنية المصرية قادرة تلبي احتياجات المواطنين. صحيح. في ظل الأزمة دي جت في ظل جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد، وده أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية وأدى إلى حالة تضخم عالمي. هذا هو الوضع الاقتصادي في يعني اللي احنا نقدر نتكلم فيه ساعات، لكن أنا حبيت أحط إطلالة سريعة عليه. احنا قادرين نصمد في ظل تلك الظروف، قادرين نزود قدرات الدولة الوطنية الشاملة. ده بيكون بحقيقة واحدة يجب أن يستوعبها الجميع، وهو بالفعل خروج المصريين يؤكد على استيعابها. صحيح. أن الاستقرار هو ركيزة، بعد عملية الاستقرار بيخرج بعد كده مواجهة المشاكل ومواجهة تلك التحديات. تتحول المشاكل والتحديات دي إلى أزمات إذا لم يكن هنالك استقرار، وده بقراءة لكل المشاهد المحيطة لنا. فبالتحديد أنا لا، في تقديري أن الدولة الوطنية المصرية والشعب المصري بكل مكوناته وعلى رأسهم القيادة الوطنية للدولة الوطنية المصرية قادرين على الحفاظ على الدولة بالمشاركة في هذا النمط السياسي والتمسك بهذا النمط السياسي التعددي الديمقراطي. طيب. رسالة للعالم كله بيرسلها الشعب المصري أنهم متمسكين باستقرارهم ومتمسكين بنمطهم السياسي والاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. ملاحظة جدا سيادة النائب في كلام حضرتك التركيز والتأكيد على فكرة التعددية السياسية، وبما أن حضرتك اتكلمت عن التعددية السياسية يعني لازم طبعا منساش صفة حضرتك الحزبية، حضرتك رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر. وهنا في الحقيقة في مقولة دايما بتتقال أنه ما
مفيش حد هيطلع خسران من هذه الانتخابات، يعني بالتأكيد وطبعا بطبيعة الحال هيكون في رئيس هو المنتخب وهو الفائز بهذه الانتخابات، لكن من لم يفوز هو أيضا ناجح في هذه الانتخابات. وهنا إذا ما ألقينا نظرة على الحياة الحزبية في مصر وهندسة البيئة الحزبية وهي قد إيه بتمثل فرصة هذه الانتخابات لإعادة النظر في هذه الحياة الحزبية، في خلق قنوات تواصل حقيقية ما بين الأحزاب وما بين الجمهور في الشارع، إلى أي مدى هذه الانتخابات أيضا فرصة لدراسة وتحليل مواقف حزبية، سلبيات إيجابيات، إن الأحزاب تقعد مع نفسها بتريث وتحاول إنها تستقرئ هذا المشهد الانتخابي وتستفيد منه. طيب خليني يعني ده يرجعني على شكل تاريخ التعددية السياسية في مصر. تمام. التعددية السياسية في مصر رجعت سنة 77 لكنها كانت محصورة لغاية سنة 2005 في المقاعد النيابية، مجلسي النواب والشيوخ بأسمائهم المختلفة، شعب وشورى بالأسماء المختلفة ديهم. 2005 بدأت عملية التعددية الحزبية والتعددية السياسية تصل إلى مقعد رئيس الجمهورية. نضجت التجربة في آخر 3 استحقاقات ابتداء من اللي تموا بعد 30 يونيو. النهاردة بنشوف أن النظام السياسي العام والشكل الانتخابي العام قايم على 3 مرشحين بخلفيات حزبية ومرشح رئاسي تدعمه أغلب باقي الأحزاب السياسية. نعم. فهو مشهد بيعيد إلى أذهاننا وبيضع الأمور في نصابها السليم، لسيما بقراءة بسيطة للمادة 5 من الدستور أن النظام السياسي في مصر يقوم على التعددية السياسية والحزبية. هو أول أمر في تفعيل هذا السياق هو المشهد السياسي اللي احنا شايفينه في التوقيت الحالي. صحيح. النهاردة هل الجميع كسبان؟ الشعب هو الرابح الأول طبعا بنزوله ومشاركته، لأنه هو هذا الشعب هو الذي يحظى بالاستقرار. من يفوز في العملية الانتخابية؟ الكل حقيقي زي ما حضرتك أوضحتي فائز. الأحزاب السياسية جزء من بنيتها التنظيمية والهيكلية. صحيح. داخل الأحزاب بتتم من خلال الممارسة السياسية، ومفيش أفضل من تجربة ممارسة سياسية من خوض انتخابات على أعلى وأرقى منصب في البلاد وهو منصب رئيس الجمهورية. وإعادة التقييم بعد كده، والأحزاب بتيجي بعديها تعمل تقييم كلي. فين والأحزاب عندها فرصة في الانتخابات البرلمانية إن شاء الله بعد كده؟ ليها طبعا فرصة بالزبط. فرصة في الانتخابات البرلمانية، لكنها الأحزاب كلها بتعمل عملية تقييم لاحق لما تم في العملية الانتخابية، يعرفوا نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم. صحيح. ويشوفوا إزاي يقدروا كسب تأييد المواطنين. إيه القضايا اللي يتبنوها فالمواطنين يلتحموا معاهم، زي القضايا الاجتماعية، القضايا الاقتصادية، القضايا العمالية، غيرها كل القضايا يشوفوا، لأن الأولويات مختلفة للشعب. سواء كان الأولويات الجغرافية أو أولويات الفئات المجتمعية. مفيش أفضل من هذا الاستحقاق ليكون النموذج الأمثل لتقوية الأحزاب والاستمرار في البناء الديمقراطي التعددي في الدولة الوطنية المصرية. صحيح. طيب يعني المشهد كما ذكرت لحضرتك في الكثير من الزوايا والمفردات اللي لازم نتوقف عندها، ومن أهم الزوايا اللي من وجهة نظري لازم فعلا ندرسها الوعي، فكرة وعي المواطنين وفكرة قد إيه هم حاسين أنه لا لازم ننزل، لازم نشارك في هذه الانتخابات. السيدات اللي مصطحبة أطفالها، الشيوخ وكبار السن، ذوي الهمم، يعني في الحقيقة الشباب اللي فعلا عمرهم ما خذلوا الوطن، واللي كان دايما بنتهمهم بأنهم شباب مسطح، شباب غير واعي، شباب شباب شباب، لكن في الحقيقة هم في السنين اللي فاتت وفي هذا المشهد لا أثبتوا وعي وحماس وقدرة على المشاركة في المناسبات السياسية المهمة زي اللي احنا بنشوفها النهاردة. تعليق حضرتك على كل ده ايه؟ حالة الوعي دي حالة تراكمية. حالة تراكمية. نعم. لكن الأساس موجود لدينا، لأن احنا شعوب ذات حضارة. احنا عندنا حضارة ممتدة آلاف السنين.
النهاردة هذا الأساس موجود، لكن هو دور مهم للإعلام، دور مهم للسياسة، دور مهم للمجتمع المدني. في تقديري نجح الإعلام ونجحت السياسة ونجح المجتمع المدني في رفع الوعي العام. ساهم في هذا الأمر أن طول الوقت القوى المناوئة للدولة الوطنية المصرية كانت بتلعب على إطار فقد المصداقية ما بين الشعب ومؤسساته. كانت القضية الفلسطينية في تقديري قضية كاشفة، لأنهم شافوا ازدواجية المعايير. صحيح. وشافوا من يتغنون بحقوق الإنسان وهم يهدروا الحق الأصيل للإنسان وهو الحق في الحياة اللي رئيس الجمهورية كان بيتحدث عنه من سنوات. صحيح. شافوه على الأراضي الفلسطينية المحتلة والشعب الفلسطيني محاصر، شافوا دولتهم هي الدولة الوحيدة اللي وقفت بشكل حقيقي لعدم تصفية القضية الفلسطينية، لعدم تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه إلى الأراضي المصرية، لفك الحصار، وساهم المصريين في فك الحصار بإرسال المواد الإغاثية الدورية كما تحدثت في بداية الحلقة للشعب الفلسطيني. في بناء كامل للمصداقية، في الناس شافوا الحقائق، استوعبوا مفهوم أننا نمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف في المشهد الفلسطيني وفي غيره من المشاهد. في جدار ثقة اتبنى، وكان الجدار ده بيبني على مراحل. وصل لذروته حينما اكتشف أن طول الوقت اللي كان بيسمم الأفكار وبيعكر الصف اكتشفوا حقيقتهم في قضايا مفصلية زي القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية. اكتشفوا ان كانوا بيهاجموا الدولة الوطنية المصرية هم نفسهم اللي بيزيفوا الحقائق لمصلحة الإسرائيليين وغيرهم من القوى. الحقيقة ده هو الشعب المصري، فطرة المصريين وحكمة المصريين التلقائية. صحيح. اللي موجودة في النجوع وموجودة في الكفور وموجودة في القرى بتتجلى في المشاهد دي. يعني زي ما حضرتك بتقول البوصلة الوطنية عند المصريين دايما حاضرة وماثلة في كل المواقف، في كل الأزمات حتى اللي مرينا بيها. قد إيه المصري عندما يستشعر خطرا على أمنه الداخلي، على أمن مصر، على الأمن القومي، في الحقيقة بيقف وقفة رجالة زي ما بنقول كده بلغة رجل الشارع. وبمناسبة رجل الشارع، خلينا نتكلم في بعض المصطلحات اللي في الحقيقة أنا كنت حابة أبدأ بيها مع حضرتك، لكن يمكن صفة حضرتك كنائب وأيضا الصفة الحزبية خدتني في منعطف آخر. لكن على أي حال، في يعني مصطلحات كده رنانة كبيرة ممكن رجل الشارع البسيط يحب يفهم يعني ايه مثلا اصطفاف وطني، يعني ايه مثلا استحقاق انتخابي. في كلمات ومصطلحات لما نقربها اكتر للرجل الشارع اعتقد انه هيحس بالمسألة اكتر، ومع انه فاهم وانا واثقة بفطرته الواعية في الحقيقة، انا واثقة انه هو فاهم وعارف، لكن هذه الكلمات اعتقد ان احنا لما نقربها هتكون افضل لرجل الشارع. اتفضل يا فندم. صدقني رجل الشارع يعني تلك المصطلحات ممكن يكون افضل مني ومن امثلته البسيطه. لكن فكره الاجماع على استقرار الدوله الوطنيه المصريه، المشاركه في الانتخابات، التمسك بالمسار السياسي والمسار الديمقراطي، التمسك بحقهم في صناعه مستقبلهم. النهارده الاصطفاف الوطني يعني أن الجميع ينزل ويتمسك بتلك الركائز الأساسية ويبني عليها، وده اللي بالفعل المصريين بيعملوه، سواء كان يعي التفسير المصطلحي لهذا المصطلح ولا لا، هو ده اللي المصريين بيقولوا. بعد كده الجماعة بتوع العلوم السياسية والجماعة السياسيين بيقولوا هو المشهد ده اللي بيساوي في السياسة الاصطفاف الوطني. صحيح. هو المشهد ده. صحيح. هو اللي بيتكلم على الواجب الوطني. حقيقي. لأن ده دور مهم للسياسيين، دور مهم للإعلاميين، دور مهم للمثقفين، لأن هي دي القاطرة اللي بتحط الملامح السياسية والفكرية لأي مجتمع. صحيح. مش بالضرورة أبداً
كلنا نعرف كل المصطلحات وكل المفاهيم وكل المعاني ليها. المهم اللي احنا نكون بنمارسها يوميا وبنمارسها، لانها دي حقوق وواجبات موجوده كل يوم. يعني الشخص اللي بيروح يمارس شغله ده بيمارس الحق في العمل، الشخص اللي بيبني بيته ده بيمارس حقه في السكن. دي برضو مصطلحات المصريين بيمارسوها. في الشخص اللي بينزل يجيب الفطار لاولاده الصبح، صحيح. ده الحق في الغذاء. دي كلها امور بديهيه المصريين بيقوموا بيها كل يوم، ليها مفاهيم ومعاني سياسيه. اهل السياسه واهل الاعلام والمفكرين والمثقفين بيقدروا يحطوها في نمطها المصطلح السليم. صحيح.